صباح الخير، اليوم رح نكون عم نمرن عضلات البايسبس والترايسبس. كل اللي رح نعوزه هو تو دامبلز وفلور مات. خلينا نبلش بأول تمرين. رح نبلش بعضلات البايسبس. أكيد رح نبلش أول تمرين بالبايسب كيرلز. فإذا نحن اليوم رح نكون عم نعمل تمارين لنشد زنودنا. رح نعمل كل تمرين 10 تكرار جولتين. أكيد بهالتمرين فينا نكون عم نطلع إيدتين مع بعضهم، وفينا نكون عم نطلع إيد اتنيناتهم صح. بعد اتنين آخر وحدة. أكيد هلأ رح نكون عم نرتاح شوي لنعيد هالتمرين بعد مرة. منحضر حالنا، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بعد عنا خمسة، بعد عنا أربعة تلاتة اتنين آخر وحدة. هيك بنكون خلصنا من البايسب كيرلز، وهلأ رح ننتقل للتمرين اللي بعده اللي هو الهامر. مثل ما اتفقنا اليوم رح نكون عم نركز على التمارين اللي بتشد عضلات البايسبس والترايسبس، يعني رح نكون عم نشد الزنود تبعنا. أكيد بهالتمرين كمان فينا نكون عم نطلع بالإيدتين مع بعضهم، وفينا نكون عم نطلع إيد إيد اتنيناتهم صح. عنا اتنين آخر وحدة. أكيد هلأ منرتاح شوي لنعيد هالتمرين بعد مرة، وما تنسوا تخلوا حدكم أنية مي. فإذا منحضر حالنا، اتنين تلاتة أربعة خمسة، ظهرنا جالس ما منحرك ظهرنا بيبقى جالس. هاد عنا تلاتة اتنين واحد. هيك بنكون خلصنا من الهامر كيرلز، منرتاح شوي لننتقل للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده كتير حلو، كل اللي علينا نعمله انا بدي ارفع ايدي بعمل روتيشن فوق وبرجع بنزل، بطلع ببرم بنزل. اكيد بهالتمرين بنكون عم نحمل وزن مناسب لنا لانه احنا عم نطلع بالايدتين مع بعضهم وعم نعمل روتيشن فوق، فمننتبه انه نكون ماسكين وزن مناسب لنا. بطلع روتيشن بنزل، بطلع بلف ايدي وبنزل. فإذا بعد عنا أربعة ثلاثة اثنين، وهيدي آخر مرة بلف وبنزل. أكيد رح نرتاح شوي قبل ما نعيد هالتمرين بعد مرة. منحضر حالنا، نطلع منلف ومننزل، بطلع بلف وبنزل، بلف وبنزل. فإذا بعد عنا خمسة أربعة، أكيد نعمل تمارين شوي شوي ما منستعجل لنستفيد أكتر. بعد عنا اثنين آخر وحدة. هلأ رح نكون عم نرتاح شوي لنعمل آخر تمرين لعضلات البايسبس، ونرجع ننتقل على الفلور مات لنشغل عضلات الترايسبس. رح نكون عم نعمل سايد بايسبس. فإذا يمين شمال يمين شمال. عنا ثلاثة اثنين آخر مرة. أكيد نرتاح شوي قبل ما نعيد البايسبس سايد بايسبس، ونرجع ننتقل على الفلور مات. فإذا تمرين كتير سهل، نمسك وزن مناسب إلنا. والتمارين بينعملوا بالبيت بينعملوا بالنادي، كلنا بدنا زنود مشدودين، فشدوا حالكم. هلا عنا ثلاثة اثنين واحد. هلا رح ننتقل على الفلور مات لنشغل عضلات الترايسبس. فإذا أول تمرين شو حيكون؟ أول تمرين رح يكون الترايسبس كيك باك. تمرين كتير سهل وكتير حلو، أكيد رح نكون عم نمسك وزن مناسب إلنا. عضلة الترايسبس صغيرة فما منتقل فيها. فإذا أنا رح كون عم بتفوش
لورا، بتفش لورا. ننتبه انه كوعنا ما يطلع وينزل بهالتمرين، بثبت ايدي حد جسمي وبتفش لورا. نظري لتحت، بعد عنا 3 2 1. هلا رح ننتقل للميلة الثانية، كمان بتفوش لورا، بتفوش، بعد عنا 5 4 3 2 1. هلا اكيد رح نكون عم نرتاح شوي، لنعيد هالتمرين بعد مرة. ترايسبس كيك باك، منحضر حالنا، مننزل شوي شوي. Let's go. فإذا أنا بتفوش لورا، 3 4، إيدي حد جسمي، ما ببعد إيدي عن جسمي، إيدي دغري حد جسمي، بتفوش لورا، تعنا 4 3 2 1. هلأ مننتقل لتاني ميلة مثل ما اتفقنا، 10 تكرار جولتين. جولتين يعني نحن عم نعيد 10 تكرار مرتين. فإذا بعد عنا 5 4 3 2 1. هلا رح نكون عم ننام على ظهرنا لننتقل للتمرين اللي بعده. فإذا أنا هلأ رح كون عم نام على ظهري لنعمل التمرين اللي بعده. فإذا كل اللي رح أعمله بهالتمرين وأنا بدي أمسك البايسبس، بدي نزل إيدي وارجع طلعها، منزل إيدي وبرجع بطلعها. ننتبه بهالتمرين إنه بس نزل إيدي ما خلي الدمبل يدق بكتفي، فإذا بطلع بنزل بوز هوني وبرجع بطلع. هيدا التمرين بيشتغل على إنه يشد صدودنا. 2 1. نحن هلا عم نشتغل على عضلات الترايسبس. 1 3 4 5 6 7. آخر مرة. فإذا هلا بدنا نكون عم نرتاح شوي. نرتاح شوي لنعيد هالتمرين بعد مرة. منحضر حالنا، مننزل ومنطلع. 4 5 6 7 8 9 10. هلا تاني ايد مثل ما اتفقنا نمسك وزن مناسب إلنا، ما متقيل بعضلات الترايسبس والبايسبس، عضلات صغار. مثل ما اتفقنا 10 repetitions 2 sets 10 تكرار جولتين. فإذا بعد عنا 3 2 1. هلا أكيد ما نكون عم نرتاح شوي لننتقل للتمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده كمان رح نكون عم نشتغل على عضلات الترايسبس. رح نزل ايدي وارجع طلعها، نزل ايدي برجع بطلع. بنتبه بهالتمرين انه انا بس نزل ايدي ما خلي الدمبل يدق بالارض، فاذا انا كل اللي علي اعمله انا بدي نزل ايدي وارجع ارفع طلوع، نزل ايدي برجع برفع طلوع. مثل ما انتبهتوا انا ماسكه عضله الترايسبس من ورا. فاذا بعد عنا 2 اخر مره. هلا اكيد نرتاح شوي لننتقل لتاني ميلة. منحضر حالنا، مننزل. 1 2 3 4 5. بعد عنا 5، بعد عنا 4 3 2. آخر مرة. فإذا أكيد رح نكون عم نرتاح شوي لنعيد هالتمرين بعد مرة، وهيك بنكون خلصنا من عضلات الترايسبس، نعمل شوية ستريتشنج ومنختم الحلقة. بنزل وبطلع، بنزل وبطلع. 3 4 5. بعنا 5، بعنا 4
اخر ثلاثة، اخر اثنين بنشد حالنا مثل ما انتبهتوا وقت عم برجع الدامبل ما عم بحطه لورا هيك، عم بقرب لقدام وارجع انتقل لتاني ايد. فاذا واحد اثنين ثلاثة بنعمل التمرين شوي شوي لنستفيد اكثر. بعد عندنا خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد، هيك بنكون خلصنا من هيدا التمرين. هلا خلينا نقرب اجرنا لعنا ونبرم. فينا نكون عم نغمض عيوننا اكيد. opposite side. هلا تاني اجر منقربها لعنا ونبرم. opposite side. هلا منقوم شوي شوي. رح كون عم بحط اجري عمالة الشمال وعم ببرم راسي عمالة اليمين. نعمل هولد، منغمض عيوننا، ننتقل للميلة الثانية. هلا بدنا نقوم حنكون عم نعبط حالنا. خلصنا التمارين لليوم، ركزنا منيح على عضلات الترايسبس والبايسبس. وهيك منكون خلصنا لليوم، وأنا بشوفكم بالحلقة الجاية.